وصل مرة ثانية هجوم الآن في الجهة اليسرى لصالح العربي وكرة تحول رأسية في الجول. جول أول في المباراة لصالح العربي. العربي يتقدم بالهدف الأول بباتيستوتا. باتيستوتا يسجل الهدف رقم 24 مرة ثانية. لاحظ 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 الكرة اللي تنلعب وتصل على رأس باتيستوتا مثل ما يحبها باتيستوتا، ولاحظ الكرة اللي مرت ووصلت إلى باتيستوتا بعيدا عن الرقابة. يتقدم هذا اللاعب أولا الخبير أحمد فارس ويلعبها على رأس باتيستوتا، وباتيستوتا وبدي جول في الجول، والعربي يتقدم بالهدف الأول. كبار فإن نجمه الأرجنتيني باتيستوتا حقق الإنجاز الأهم بتحطيمه الرقم فريق العربي. خلال هذه الأثناء أبى باتيستوتا الخروج من هذه الموقعة دون أن يترك بصمته كالعادة، فمارس هوايته المفضلة حينما استلم الكرة من سيد البشير داخل الصندوق فاستدار حول نفسه وأطلق الكرة في شباك أبو حقب كاسرا بذلك الرقم المحمول، لان الالم الموجود بالنسبه له لكن قيمه معنويه عاليه. خالد احنا بنتكلم عن هذا الهدف. نعم. بعد الاعاده يا ليت نتكلم عنه بشكل مفصل. خالد من اين سيد الموقع بشير. اللاعب يفهم اين هو موجود. نعم. لهذا الاساس الهدف اللي جابه ولا يعني لم يشاهد المرمى لحين تسديد الكره، مسك الكره يعلم ان في مدافع مراقب وراه. شوف لاحظ الهدف لم يشاهده مرمى نادي الشمال لم يشاهده. اخذ اللاعب بس فقط هو يبي يترك له مساحه اللي هو ممكن انه يقدر يسدد. توتا ويسجل الهدف الثالث لصالح النادي العربي. باتيستوتا يسجل الهدف الثالث لصالح النادي العربي، هاتريك اخر ايضا يكرر ما فعله في الاسبوع الماضي في الوكرة. الان في مرمى الريان باتيستوتا ياتي بالهدف الثالث لصالح فريق النادي العربي. باتيستوتا مرة اخرى، شوف مرة ثانية، يصل للمرة الثالثة الى مرمى امان سلام، ويشاء باتيستوتا الحقيقة الا وان يبقي الدقائق. العربي الذي لعب ناقص الصفوف ومهزوز الدفاع فعل المستحيل في الأمام لعل وعسى، وتمكن من تقليص الفارق إلى هدف عن طريق باتيستوتا الذي رفع رصيده إلى 22 هدفا بعد إحرازه هاتريك في تلك المباراة. لكن الريان أو كان محمد بركات من الأسماء المتوقعة أن تبرز هنا. الآن يأتي باتيستوتا المباراة. الإثارة مستمرة بل زاد ارتفاعها، والهجوم مفتوح على مصراعيه، والعربي ولعها من جديد بعد تغييرات مفيدة خاصة بنزول وليد حمزة الذي صنع هدف التعادل لباتي جول المتحفز الذي دك الكرة في أعلى سقف الشبكة لتعيش الجماهير الغفيرة أمسية كروية ولا أحلى ولا أروع. فكل فنون الكرة تجسدت على أرض الواقع. كرة سريعة الآن ومحاولة انفراد صالح النادي العربي وكرة الحظ بعد الحارس، والهجوم أيضا لا زال مستمر، وتأتي صفارة حكم المباراة وتأتي بالتالي ضربة الجزاء. تأتي بالتالي ضربة الجزاء لصالح النادي العربي. البلجيكي فرانك إدبلكر شوف مرة ثانية، شوف مرة ثانية السقوط هنا. لحظة التسديد الأولى وبعد ذلك أتى باتيستوتا، يعني بهذه اللقطة يبدو يعني لا أعلم، ولكن ربما نتحدث عنه في وقت، يعني بهذه اللقطة يعني بدأ وكأن الكرة ما في شيء للوهلة الأولى. على العموم قرار حكم المباراة يأتي، وتأتي ضربة الجزاء، ويأتي أيضا طموح النادي العربي. لاعب خبير أعتقد راح يسجل. باتيستوتا يتقدم ويسجل. الآن الهدف رقم 25، والآن باتيستوتا يأتي باتي جول، يأتي بالهدف الثاني لصالح النادي العربي، ووضع الاتحاد الآن في غاية الصعوبة. لاحظ مرة ثانية لاعب خبير ولاعب هداف ويتألق أيضا مع فريق النادي العربي ويسجل الهدف الثاني من ضربة جزاء. يعني شوف الآن هو